الـ Virtual Production هو الإنتاج الافتراضي عن طريق الـ Unreal Engine. تكنولوجيا جديدة بدأت في عالم صناعة الأفلام وهي بديلة للجرين سكرين. هي كاميرا بتصور الممثل، الممثل بيكون وراه الشاشات، الشاشات دي بتعرض لتفاصيل للمكان أكن الممثل بيكون في المكان بالظبط. تعال نشوف التكنولوجيا الرهيبة دي إزاي بتشتغل وإزاي بتتصور وإيه مميزاتها وإيه الأفلام اللي اتصورت بيها. إزاي بيشتغل؟ الأنريل إنجن عبارة عن سوفت وير بيصممه بالألعاب وهو تبع شركة إيبك جيمز. بعد تصميم العالم الافتراضي على السوفت وير اللي إحنا كنا لسه متكلمين عليه اللي هو الأنريل إنجن، بيتم ربط الكاميرا بالسوفت وير عن طريق تركيب جهاز على الكاميرا اسمه موشن تراكر، والجهاز ده هو اللي بيسجل حركه الكاميرا بالعالم الافتراضي. وحركه الكاميرا لازم تكون مظبوطه مع المنظور واللوكيشن، لان في الحاله دي احنا بنعمل حاجه اسمها ان كاميرا ريل تايم افكت، وتصميم المكان بيرندر المنظور على حسب تغيير في حركه الكاميرا، والنتيجه النهائيه هي بتطلع كانها متصوره في مكان حقيقي بالظبط. في سؤال مهم لازم نجاوب عليه، ايه اللي بيطلع المشاهد دي بشكل طبيعي؟ وهم حاجتين، الاضاءه والمنظور. وبالنسبه للاضاءه اهم عامل هو ريفلكشن البيئه المحيطه على الممثل، وده بيجي عن طريق الشاشه الكيرف اللي ورا الممثل. واللوكيشن بيكون في فيزيكال ايتم، عناصر حقيقيه بيتفاعل معها الممثل اكنه بيكون في المكان الحقيقي بالظبط، زي عربيه، رمل، صخور، وده اللي بيضيف واقعيه للمشهد. وتقدر توفر وقت كتير لان انت تقدر تغير شكل وحجم ولون اي حاجه في المكان في لحظتها، يعني تقدر تغير في لون السماء وفي الاضاءه وفي المكان. وبالنسبه للاعمال اللي استخدموا فيها الانريل انجن فهو ذا باتمان، ذا ماتريكس، جيم اوف ثرونز، ذا ماندالوريان. واللي اجمد من ده ان انت تقدر ترجع لاي ستايل عجبك لانه بيبقى متسايب جوه السوفت وير.